مرحبا. اليوم رحلتنا رحلة طويلة شوية، ساعة ونص بالسيارة، يسموها رحلة المعبد غارني وبحيرة سيفان. الطريق طول تقريبا روحها ساعة ونص جاية ساعة ونص، زائدا توقفات كثيرة على مواقع سياحية. يكلفك تقريبا $100، يتقسم على 3 بالتاكسي، اللي هو نفس السعر اللي يكلفك بباص الجروب. الطريق ما راح يضوجك لأنه رائع بجمال الطبيعة. الأفضل دائما تخطط رحلاتك بنفسك، اعتمد على الشركة، بالفندق، بالتأشيرة، بالطيارة. الشركات دائما توديك مكانات نائية، تستغرق وقت من عندك، تأخذ وقت منك طويل حتى تخلص اليوم. طريق معبد غارني، هذا أول موقع، هذا موقع رؤية القمر، اسمه رؤية يريفان، بال57 بناء أثناء بناء الشارع. موقع اسمه Arc of Charent، هذا الموقع يبوع من الجبل مال الأترارات. هاي ثاني وجهة لنا، وصلنا معبد غارني، اللي هو المعبد الوحيد اليوناني الموجود بكل دول الاتحاد السوفيتي السابق وبأوروبا الشرقية. تأسس بالقرن الأول الميلادي. هذا معبد غارني اللي قلت عليه اليوناني، بايعته شوية كبيرة. الهيكل محفوظ وباقي مثل ما هو لأنه مبني من صخور صلبة من المنطقة. لاحظ المدينة على حافة الجبل. أرمينيا من أوائل الدول المسيحية بالعالم، لهذا هذا الأثر هو الأثر الوحيد والأهم الباقي للديانات ما قبل المسيحية.
شوف هاي الشجرة سبحان الله شلون محملة عرموط مفولة. هسه طلعنا من معبد كارني ومتوجهين على كنيسة سيفان. بس احنا هسه بطريق صعود الكنيسة سيفان، هسه نشوفها. بس البحيرة بيها فد لون خارق. أنا قلت لكم سابقا أرمينيا مو بلد بحري، لكن البحيرة هذه هي شاطئهم، وفد شاطئ يعني باع اللون فد شيء مو طبيعي. هذا شاطئ ماتهم اللي يسوون بفعالياتهم، يعني كأنه رايح انت للبحر بالضبط. كنيسة سيفان من موقع السيارة إلى للكنيسة نفسها نصعد 250 باية بالعدد. وعلى الطريق منظر البحيرة خلاب، فتلون أزرق غريب. هاي كنيسة سيفان الأثرية. هاي بحيرة سيفان اللي تقدر تسميها بحر سيفان. يرجع عمر هاي الكنيسة إلى القرن التاسع الميلادي. مقامة من صخور المنطقة، وبعض الفقرات فيها عبارة عن حفر للجبل نفسه، بيه الكثير من الآثار. معظم الكنائس في أرمينيا تقام على قمم الجبال بطريقة معزولة تحميها من هجمات العثمانيين والرومان. شوف الشاطئ مال البحيرة هنا بالضبط كأنه بحر، الناس استعملوا بديل للبحر. آخر رحلتنا وقفنا على مطعم على بحيرة سيفان ناكل من السمك المشهور مالتهم، سمك السلمون النهري. This is trout. شوف وردي، هذا سلمون النهر النهري مال أرمينيا جديد.